السلام عليكم. تحية أخويا يوسف العزيز، الرجل الطيب الخلوق. بغيت نقول لك راه طلبية راه وصلت في أمان الله وحفظه، يلا تسلمتها دابا واحد شوية. هو الحمد لله كل شيء وصل بخير وعلى خير. صراحة داك الشيء هو هذاك، هاي في تيبيت كالسيليكس اونترو باك طولامين باطي، تبارك الله شي حاجة ما نتاكروش صراحة. أنا عجبني بزاف، بغيت نشكرك بزاف اخويا يوسف، شكرا لك بزاف صراحة، أدبناك معانا ردوا لك ساعة الخير. داكشي معتبرة وما السبولة، السبولة الحمراء يعني شي حاجة زوينة صراحة والله العظيم. أنا أول مرة صراحة نخدم بيهم، فايت تنستعمل السبولة بيضين ماشي بهاد الجودة صراحة. كنشكرك بزاف اخويا يوسف، الله يسهل عليك والله يكثر من امثالك صراحة. رجل ثقة وطيب، يعني الرجل اللي ما تسخاش من الحديث معه. أطال الله في عمرك خويا يوسف، وتحية من مدينة العيون لكاع المواليع وكاع الناس اللي متابعين خويا أبو أنس. هذا مكان طلبي راه وصلت في أمل الله وحفظه، وجزاكم الله كل خير.